بالنسبة للرحالة، أتمنى من أي شخص يقوم أو يبادر أنه يبي يكون رحالة أنه ما يسقط في الوعاء اللي أي شخص ثاني يسقط فيه، وهو أنه يتحول من رحالة إلى سائح عادي. الرحالة، كلمة رحالة معناتها الخروج عن نطاق الراحة، أو باللغة الإنجليزية نسميها الكومفورت زون. لما أنت تطلع من النطاق هذا وتبتدي تختلط بعامة الشعب وتأكل أكلهم وتمارس العادة اللي هم يمارسونها في البلدان هذه وتعيش من بينهم بعيد عن أي حدود وأي عالم افتراضي، هني أنت ممكن يطلق عليك لقب الرحالة. ومن الضروري أن الرحالة يعيش هذا العالم الحقيقي وليس الافتراضي، لأن احنا اليوم جميعا عايشين في قمة الرفاهية والراحة، فنبي نعيش تجربة أخرى مختلفة عن التجارب اللي احنا قاعدين نشوفها كل يوم. على سبيل المثال، الفنادق تعتبر عالم افتراضي، المطاعم اللي موجودة في كل فندق متشابهة، فشنو الشيء المختلف اللي انت ممكن تشوفه؟ لذلك انك انت بالأفضل انك تسكن في بيوت شبابية، او تسكن في خيمة، او تسكن في منطقة طبيعية، على اساس انت تشوف العالم بشكل الواقعي. ومو بغلط انك انت تعيش هذا العالم لمدة اسبوعين من السنة، لان الترحال فيه الكثير من الدروس وفيه الكثير من المواقف. احنا يعني ما نتعلم من التجربة الطيبة، نتعلم من التجربة السيئة. التجربة السيئة اللي احنا ممكن نعاني منها في هذا اليوم، بعدها بشهر لما نتذكرها نبتسم. الابتسامة هذه هي الدرس اللي انت بتتعلمه من خلال الترحال ومشقة الترحال.